بعد اذنك يا فندم، هو احنا كل حاجه هنا تمام، بس احنا اغلب الوقت قاعدين في النقط البعيده اللي بره، وشغالين شغلانه اصعب من اي حد بيشتغلها، وشايلين مسؤوليه كبيره. فلو بس سيادتك تزودونا الاجازه يومين ثلاثه نفصل ونرجع فايقين. نفصل ونرجع فايقين؟ انت منين يا بطل؟ من الزمالك يا فندم. لا احنا مش عايزينك تفصل وترجع فايق، احنا عايزينك مركز معانا هنا. انت اسمك ايه؟ اسمي تامر يا فندم. تامر من الزمالك؟ خلصنا هزار؟